ماذا لو حدث المرض قبل عام 2005؟ شراكة بين جوجل وأبل لوقف المرض. مشكلة في جالكسي S20 تحتاج لتوضيح من سامسونج. أهلا بك في نشرتك. في نهاية الحلقة سيتم الإعلان عن فائزين مسابقة الحلقة الماضية، وبنفس الوقت رح نكمل مسابقاتنا الأسبوعية بالاشتراك مع هواوي. 3 بطاقات بقيمة 150 دولار. الشروط بسيطة: أولاً، شارك حلقة اليوم من نشرتك على أي حساب سوشيال ميديا مع هاشتاج اربح رقمي. ثانياً، ادخل على الرابط الموجود أسفل الفيديو وجاوب على سؤال المسابقة: ما هو الهاتف الذي وصل مع أكبر مستشعر كاميرا في العالم؟ السحب في حلقة نشرتك الأحد القادم 19 أبريل. البعض يشعر بالملل من الجلوس في البيت بسبب الحجر الصحي، لكن تذكر أن هناك الكثير من وسائل الترفيه في وقتنا الحالي. نستعرض في هذا التقرير كيف خففت التكنولوجيا من الأزمة. كان طرحاً ذكياً من مراسلي BBC روري جونز للشؤون العلمية والتقنية، حينما تساءل قائلاً: ماذا لو وقعت جائحة الفيروس في عام 2005؟ ولعل السؤال بحد ذاته يكشف لنا الخدمة العظيمة التي قدمتها التكنولوجيا لتخفيف وطأة الأزمة العالمية. ولعل السيد جونز اختار بعناية العام 2005، أي قبل بزوغ نجم مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، كان الإنترنت منتشراً وقتها، لكن ليس بهذه الشعبية والأهمية. كان في حياتنا، لكن لم يكن متغلغلاً بهذا الشكل. كان الإنترنت يقتصر يومها على الكمبيوتر، فلا هواتف ذكية ولا شاشات ذكية. كان فيسبوك يبلغ من العمر عاماً واحداً، لكنه كان لا يزال ظاهرة جامعية أمريكية، ولم يصل إلا إلى جامعات المملكة المتحدة في خريف ذلك العام. في عام 2005 لم تكن عملية التواصل بالصوت والصورة سهلة مقارنة بالوقت الحالي، لم تكن تتمتع بالخصوصية الكافية، والآن وجهك وعيناك في الشاشة والسماعات في أذنيك. الآن تعقد اجتماعا مع عشرات الزملاء في الشركة، بينما سابقا كانت المحادثات فردية. حتى إن يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول يعقد تدريبات لكافة عناصر الفريق أونلاين، ويشاركون بيانات الجري والتمارين مع المدرب، ولا مجال للتقصير. لم يفقد ملايين البشر وظائفهم بسبب التقدم التقني في التواصل والعمل عن بعد. مع الإنترنت لم نعد مضطرين لانتظار نشرات الأخبار على رأس كل ساعة، بل نلجأ إلى يوتيوب والمواقع لمتابعتها وقتما أردنا. مع التكنولوجيا نقرأ، نشاهد الأفلام وقتما أردنا دون الخضوع لقيود ومواعيد قنوات التلفاز التقليدية. بدأنا نستعيد ذكريات الماضي، مثل مشاهدة الحلقات القديمة للدكتور عمر الخطيب في بنك المعلومات وإثراء معلوماتنا الثقافية. كريم كركشم ذبح كبش وطبخ مع كرش، الكبش كشك يا محلى، كشك كرش كبش كريم كركشم. ساعدت التكنولوجيا على التزامنا بالحجر المنزلي من خلال العمل عن بعد، التسوق عن بعد، الشراء أونلاين، تحويل الأموال وتبديلها. عملت الأنظمة الحكومية بمساعدة التكنولوجيا على حصر المرضى وإرسال التوصيات الصحية والمتابعة مع المواطنين. استفادت الصين من التكنولوجيا بمراقبة المرضى ونشر جيش من الروبوتات وتصميم تطبيقات لمتابعة حالة الأصحاء والمرضى. وبهذا يمكن القول إن الحجر المنزلي بلا إنترنت كان سيكون أقرب للسجن. ولم يكن للسلطات قدرة على إقناع الناس بالجلوس في بيوتهم. شراكة واتحاد بين أبل وجوجل لمواجهة المرض. يتم العمل على أداة برمجية لتخفيف انتشار المرض، فهل أنت مستعد لاستخدامها أم تخاف؟ أعلنت شركتا أبل وجوجل عن عمل مشترك لمساعدة وكالات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم على الاستفادة من الهواتف الذكية لاحتواء المرض المنتشر. لكن في الوقت نفسه طرح ذلك مزيدا من التساؤلات حول الخصوصية والحماية الأمنية للمستخدمين. ستعمل الشركتان على أداة تستخدم تقنية بلوتوث اللاسلكية لتتبع أشخاص ربما أصيبوا جراء تماسهم مع حاملي الفيروس. وتكمن الفكرة في مساعدة الحكومات على طرح تطبيقات تتتبع جهات الاتصال وتعمل على هواتف آيفون وأندرويد على حد سواء. الفكرة تعمل كالتالي: لنفترض أن شخصا اسمه إبراهيم جلس مع صديقه يوسف. هنا سيعرض هاتف إبراهيم أنه تقابل مع يوسف، والعكس صحيح.
بعد أيام تم اكتشاف أن إبراهيم مصاب بالمرض. سيتم العودة إلى بيانات هاتف إبراهيم في الفترة الأخيرة، وسيتم إرسال إشعار إلى كل شخص قابل إبراهيم لإبلاغه بأنه تعرض لإصابة، لذلك عليهم أخذ الحيطة والحذر والتوقف عن مخالطة الآخرين. هذا سيؤدي إلى تبطيء انتشار المرض والحد منه، لكن كل ذلك يتطلب دعما حكوميا أو من الجهات الصحية عبر تطبيقات وغيره. أوضحت الشركتان أن عملهما سيتم على مرحلتين، الأولى تنطلق في الشهر المقبل حيث تخططان لإطلاق مجموعة من الأدوات المعروفة باسم واجهات برمجة التطبيقات APIS. أبل وجوجل تؤكدان أن التقنية لن تتعقب هوية المستخدم أو مكانه، وإنما فقط تحذير كل من خالط المريض عن قرب، وذلك لأن الشركات تقول إنها لن تبني قاعدة بيانات لمن لديه المرض أو المخالطون لهم. تكشف عادة سامسونج عن هاتفها بنسختين من حيث المعالج، الأول من كوالكوم في بلاد محدودة والثاني إكسينوس في بلادنا العربية. نتائج اختبارات جديدة كشفت أن هناك فرقا واضحا بين أداء بطارية الهاتفين. بعد أسابيع من طرح سلسلة جالاكسي S20 للبيع في الأسواق العالمية، تجد شركة سامسونج الآن نفسها مطالبة بتقديم إجابات وتفسيرات على نتائج اختبارات ظهرت حديثا تقول إن هناك فرقا بين نسختي الهاتف من حيث المعالج، حيث تفوقت النسخة التي تحمل معالج كوالكوم على نسخة معالج سامسونج إكسينوس. فشركة سامسونج تطلق الهاتف بنسختين، الأولى تعمل بمعالجات شركة كوالكوم الأمريكية ويتم طرحها في عدة أسواق مثل الأمريكية والكورية والكندية وغيرها، بينما في بقية بلاد العالم من ضمنها بلادنا العربية تأتي نسخة تعمل بمعالج إكسينوس من تصنيع سامسونج. وهنا أجرت منصة أنانتك اختبارا شاملا لإظهار مدى تأثير تردد الشاشة 120 هرتز على بطارية جالاكسي S20، بالإضافة إلى إظهار أي اختلافات بين نسخة سناب دراجون ونسخة إكسينوس. أظهر اختبار البطارية على جالاكسي S20 ألترا أن تفعيل خاصية 120 هرتز كان له تأثير على البطارية، بحيث ينخفض عمر البطارية حوالي 3 ساعات من وقت الاستخدام. فمع نسخة الهاتف ذات المعالج سناب دراجون 865 انخفض عمر البطارية من 13 ساعة إلى حوالي 10 ساعات، بينما مع نسخة المعالج إكسينوس انخفض عمر البطارية إلى 7 ساعات و38 دقيقة فقط. حتى إن هناك فرقا على صعيد أداء الهاتف وليس فقط كفاءة البطارية، ولكن الفرق بالأداء لم يكن شاسعا إلى الحد الذي وصلت إليه البطارية. لم ترد سامسونج بعد على هذه الاختبارات، لكن المستخدمين ينتظرون توضيحا لهذه الفروقات المهمة. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا عن إمكانية انتهاء احتكار جوجل لتطبيقات أندرويد من عدمه. عند سؤالنا للمتابعين حول توقعاتهم بأن ينتهي احتكار جوجل للتطبيقات على أندرويد أم لا، كانت الآراء كالتالي. قال أغلبية متابعي رقمي إنه من الصعب الجزم حول نهاية احتكار جوجل، لأن الاستحواذ على هذا القطاع من تطبيقات وخدمات ليس بالأمر السهل، لا سيما أن جوجل قطعت بالفعل شوطا كبيرا، فقد تغلبت على منظومة مايكروسوفت بالكامل ونجحت في فرض سيطرة نظامها وخدماتها على السوق العالمي. وفي نفس الوقت توقع العديد بأن تتقلص حصة جوجل بشكل تدريجي، وافترضوا أنه في حال قيام الشركات الصينية بتثبيت متجر مشهور مثل متجر هواوي على هواتفها بشكل مسبق، فإن المنافسة قد تبدأ بالفعل. والشركات الصينية فرضت نفسها بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، فقدمت إبداعات كثيرة وتفوقت في العديد من الملتقيات في هذا المجال، وليس بعيدا أن تنجح في تقديم تطبيقات تعمل كوحدة متكاملة مثل تطبيقات جوجل. فلا يخفى على الجميع أن سر نجاحها المذهل هو وحدتها وتكاملها للاستخدام السهل. وقال الأخير إنه يرحب بالتغيير دائما، فالتجربة الجديدة هي أكثر ما يرغب به المستخدم. وختاما، لدينا تجربة لمتجر هواوي أب جاليري، يمكنكم مشاهدة المقطع من خلال الرابط في الوصف أسفل الفيديو. الفائزون 5 بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع. Thank you.
للمشاركة في المسابقة تابعونا كل يوم اثنين في منشور خاص على فيسبوك. والآن أهم الأخبار. مقترحات بإلغاء تقنية الإعادة بالفيديو فيديو فار في الدوري الإيطالي في حال استئنافه خشية انتقال العدوى بين الحكام في الغرفة الواحدة. لعبة كول أوف ديوتي وارزون تكسر حاجز 50 مليون مستخدم نشط خلال شهر فقط بعد طرحها. سنغافورة تطلب من المدارس عدم استخدام تطبيق زوم في التعليم عن بعد، وذلك بعد اختراق تطبيق وعرض صور غير مناسبة خلال الاتصال. شركة سامسونج توقع اتفاقية بأكثر من 350 مليون دولار مع شركة طبية لإنتاج علاج ضد الفيروس. العلاج سيكون عبارة عن أجسام مضادة من دم أشخاص تعافوا من الفيروس. ونبقى مع سامسونج التي كشفت عن سلسلة هواتف جالكسي A41، A51 وA71 بمواصفات مختلفة. انتظروا تقريراً من رقمي عن الهواتف. تقرير يقول إن iOS 14 سيأتي مع ميزة اختبار التطبيقات قبل تحميلها، بشرط توفير هذه الميزة من قبل مطوري التطبيق عن طريق QR Code. شركة مايكروسوفت أعلنت عن شراء دومين corp.com بأكثر من 1.5 مليون دولار لحمايته من القراصنة الذي يستخدموه لعمل صفحات مزيفة تستهدف مستخدمي ويندوز. والآن حان وقت السحب على أسماء الفائزين بالبطاقات المقدمة من هواوي. ألف مبروك للفائزين، والأسبوع القادم عندنا أسماء جديدة. شروط المشاركة ذكرناها بأول الفيديو. إلى اللقاء.